السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتواصل فعاليات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وسط أجواء رائعة، وتواصل الجزائر في كسب نقاط كثيرة من أجل احتضان كأس أمم إفريقيا 2025، وهذا بعد انبهار وتأكيد اللجنة التابعة للكاف أن ظروف التنظيم والمرافق في الجزائر أكثر من رائعة، ليخرج الأمين العام للكاف أمس بتصريحات جديدة وجاء فيها: الحكومة الجزائرية وعدتنا بتنظيم محكم في جميع النواحي، لكننا نرى تنظيم أكثر من المحكم وأكثر من الرائع. ليضيف: صراحة لقد وفرت الجزائر كل شيء ولقد أدهشت بالتنظيم المتميز جدا. نعيش أجواء رائعة وخيالية في بطولة الشان، خاصة من جانب المرافق الرياضية ومن الناحية التنظيمية. ليختتم الأمين العام للكاف بكلامه: أتمنى ألا تكون هذه البطولة هي الأولى والأخيرة للجزائر في التنظيم، لقد أدهشتنا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.